من على هذه الخشبة ومن أقرب نقطة إلى الجمهور انطلقت الوصية بأوجاعها وشخوصها لتلامس الواقع ولتوثق ما عناه مئات السوريون في منطقة عدر العمالية عبر قصص حقيقية عايشها الكاتب وترجمها مخرج العمل مسرحية تمثيلية راقصة. الوصية بحد ذاتها يعني هي وصية جاءت لي، أتمنى أن أكون وفقت في نقلة إلى الناس بطريقة وصلت إلى قلوبهم وإلى عقولهم. أنا برأيي هو نوع جديد من العرض الفني، من العمل الفني، تآخي لغة الجسد مع لغة المنطوقة لدى الممثل، هي الحالة الجسدية في التعبير الجسدي النابعة من درامية العمل هي يعني نادراً ما توفر في المسرح. طريقة العرض كانت صعبة جداً، يعني الرؤية البصرية للعرض كان فيها صعوبة كثيرة، لأنه ضمن هذه الظروف والمعطيات اللي عم نعيشها لقدرنا صغنا هذا العمل بالشكل اللي شفتوه فيه. نحن قولاً واحداً نحن ما جسدنا المعاناة اللي عاشوها لأنه كانت أصعب بكتير يعني، بس هذا سلاحنا أنه نقاتل ونقدم شيء لأهل هاي البلد، فأتمنى أنه نكون وصلنا لشيء يعني يرضي المشاهد ويرضي الشخصيات الأساسية اللي كانت موجودة ضمن هذا الحصار، وتحية لهم كلياتهم للناجين وللشهداء منهم. نوف كانت شخصية حقيقية حياتية وواقعية بعدرة العمالية، تعبت كتير لأقدر أني هذا ما هو نمط أو كاركتر أنت عم بتفكري فيه وتروحي تشتغلي من خيال مخك، هاي شخصية حياتية، قديش كان صعب أنه أنا أقدر أتماهى مع شخصية أنا ما بعرفها ولكن فقط سمعت عنها وقرأت عنها في الورق وهي حقيقية. اجتمعت مع الشخصية الأساسية اللي هو فيصل الراشد اللي هو صاحب النص وصاحب الفكرة وكاتب هو كل الأحداث اللي صارت، الأحداث التوثيقية موثقة، وبصراحة أنا فتت كتير وحصلت على معلومات موثقة كمان من أشخاص كانوا هن بالحصار لحتى قدرت وصل الصورة صح، وخاصة صورة المهندس نزار حسن اللي انذكرت بالمسرحية. الوصية عمل فني إبداعي خلق من رحم المعاناة من وإلى السوريين، عمل يستحق المتابعة لمن يود الحضور.